عايزين تبقوا محترمين وعايزين يبقى عندكم جرامر، طب دافع عن نفسك. مين اللي طلع البلطجيه دي؟ هما. مين اللي كان بيستعمل البلطجيه؟ كل ده كلام مصر. هما برضو سواء الحزب الوطني او البعث الامن الدولي. مين اللي طلع ال 23,000 سجين جنائي من السجون؟ هما برضو. مين اللي قتل اللواء البطران؟ الرجل المحترم الشهيد الذي كان مدير سجون مصر وراه عارف بالخطه بتاعت العدلي واصر ان هو يعمل واجبه لغايه النهايه، اللي قتله او المتهم بقتله بناء على الدكتوره منال البطران اللي هي اخته، اثنين ظباط في مراحل السجون بناء على تعليمات من العدلي مكتوبه ان السجون تتفتح وان اللي ضد اللي ما ينفذش يعتقل او يتقتل عند الضروره. طيب الشرطه المصريه يعني انا دلوقتي لما تجيب مدير امن متهم بقتل المتظاهرين، لما يكون مساعدين وزير العدلي الاقربون لسه موجودين في اماكنهم كلهم، شايل بس ثلاثه كده معاش ولا بتاع. طيب ماذا تتوقع من مساعد حبيب العدلي؟ انا عايز افهم تتوقع منه انه يرعى الامن في مصر عشان الثوره تنجز التغيير، علشان هو يتحبس ياخد مؤبد؟ يعني يا جماعه الكلام منطقي جدا، يعني لو طفل عنده 6 سنين هيقول لك لا طبعا، لان انت لما تسيبه وهو مساعد وزير ومن اتباع حبيب العدلي، ده من مصلحته انه تحصل فوضى ومن مصلحته انعدام الامن، لانه انعدام الامن واحداث الفوضى هيؤدي لايه؟ هيؤدي الى تاخير ادانته، ده شيء طبيعي. فلما يكون القاده كلهم بتوع الشرطه متهمين او تابعون للنظام السابق او متهمين بحاجات قمع، طب ماذا تتوقع؟ بعدين مباحث امن الدوله راحت فين؟ مباحث امن الدوله دي كان جهاز جبار لمن لا يعلم، لا طبعا عارفين انه جبار من ناحيه القمع والصعق والنفخ لا انا بتكلم على جبار ماليا، ميزانيه امن الدوله ميزانيه جباره مفتوحه. هو الامن قبل الثوره الامن الحاكم بالظبط من غير ما تغيره، ما هي دي اللي انا بقوله لحضرتك، من غير ما تغيره هو واخد بالك. وبعدين امن الدوله في حاجه غامضه، ان امن الدوله قال له احنا عملناه الامن الوطني. طيب وبعدين السيد وزير الداخليه قال انه 80% من ضباط امن الدوله اللي تحت رتبه عقيد راحوا الامن الوطني. اهلا وسهلا. طب يبقى احنا عملنا ايه؟ في الحالة 80% من ضباط امن الدولة تحت رتبة عقيد، اللي هو بقى ايه عنده صحة. اللي هو بيعلق ويكهرب وبتاع، الراجل التاني اللي هو العقيد من فوق كبر فايه ويقعد يتفرج يعني. فده رحت حطيته في الامن الوطني، طب يبقى احنا عملنا ايه؟ فين الاشراف القضائي؟ قالوا ان كل حاجة هيبقى فيها اشراف قضائي، فين الاشراف القضائي؟ مفيش اشراف قضائي. قال لك مفيش بلد يعيش من غير امن دولي، لا يا فندم هذا غير صحيح. مفيش بلد استبدادي يعيش من غير امن دولي. واخد بالك؟ مفيش بلد قمعي عايز يخدع الناس بالتعذيب يعيش من غير امن دولي. انما الدول المحترمه التي تحترم كرامه المواطن مش عايزه امن دولي ولا حاجه. اقول لكم بيحصل ايه؟ في كل العالم الديمقراطي من اول السويد لغايه يعني لغايه بريطانيا، يعني ربما تكون الولايات المتحده يعني نموذج اقل. انا بتكلم على طبعا ما فيش حد بيتنفخ ولا يكهرب ولا يتعلق زي الذبيحه ولا الكلام ده، انما اجهزه الامن الداخلي بتبقى جهاز اسمه لجمع المعلومات، يجمع زي تحريات المباحث، يجمع معلومات، يقول والله في ناس في الشقه دي بتعمل كذا كذا، واحنا مشتبهين ان هم يكونوا عاملين تنظيم ارهابي، واحنا كذا كذا، لما يبقى عنده ملف لا يستطيع انه يندهن للناس دي يسالها، مش من سلطاته خالص، لما يبقى عنده ملف، لما يبقى عنده ملف كامل يشكل تحريات جديه تصنع قضيه يديها للنيابه العامه. تقوم النيابه العامه تفتح التحريات يقول لا ده الموضوع ده، هات لي الناس دي بقى نسالها. انما اللي انت بتقول عليه انه امن الدوله، لا ده في الانظمه الاستبداديه، وهو ليس امن الدوله، هو امن النظام.
وبالتالي انت مش محتاج، لو انت عايز تعمل ديمقراطية حقيقية انت مش محتاج خالص لأمن الدولة. وبعدين أمن الدولة المصرية بعد سنوات طويلة من قمع المصريين والاعتداء على كرامتهم أقل كفاءة بكثير جدا من أجهزة الأمن في الدول الديمقراطية كمان. يعني انت قعدت عملت مجازر 10 سنين او اكتر عشان وخدت العاطل بالباطل علشان توقف العمليات الارهابيه ضد السياح. هو وقف تنظيم القاعده بقى له 4 سنين وقف من غير ما ينفخ ولا يعمله، عمل اجراءات وعمل صح وعمل وبعدين وعنده قدرات حقيقيه عقليه وعنده تكنولوجي وعنده كذا خلاص. انت بحيث ان انت حتى لو عايز تعمل حاجه مش هتعرف. فالموضوع ما هواش انت كمان في مشكلة انه المحقق مش موجود، المحقق ده عقل مش عضلات. انت كيف الشرطة المصرية دلوقتي واحد بيته اتسرق بلاش امن الدولة لحاجة، ايه الطريقة اللي ضابط المباحث متعلمها ان هو يجيب الحرامي؟ ايه هي؟ يجيب 20 واحد يضربهم يجيب ناس يلمهم ينفخهم يضربهم لغاية لما حد يقول ايوة انا اللي عملت حاجة. واوقات كتيرة بيشيلوا قضايا تانية، واوقات كتيرة جدا انا مش بعمم بس ده الحقيقة لم يكن نادرة مختل عقلين دي في الكنائس. بعد كده يعمل ايه؟ ممكن جدا يعترف بالتعذيب ويطلع واحد تاني يطلع هو اللي حصل ده في حسن ابو باشا، محاولة اختيار حسن ابو باشا، جابوا الناس وقالوا هو ده فعلا وكذا. مرة واحد وانا كتبت عليها دي راح يبلغ على بنته انها مش لاقيها، فمسكوه وضربوه وقالوا له ده البنت اتقتلت وانت اللي قتلتها يا اخوانا، دي ده بنتي، وضربه وبتاع. المهم البنت طلعت، يعني طلعت بعد كده انها صحيه مش مريضه، وهم كانوا حولوا له الجنايات واعترف طبعا، ممكن يعترف باي حاجه دي مش جدعانه يعني. وبالتالي احنا الان اذا منطقه مهمه جدا هو انه لابد من التطهير، والقضيه الحقيقيه هي الامن، والقوه الضاربه للثوره المضاده في مصر هي الشرطه الان، ولابد من تطهير الشرطه، لابد تيجي شرطه بمفاهيم جديده، لازم تيجي شرطه ده. مش ممكن اطلاقا واحد يتعود على انه لما يلاقي واحد قد ابوه في الشارع في مكان شعبي، طبعا حسن التعامل في الاماكن الراقيه مش من الاخلاق من الخوف يعني، انما في مكان شعبي لما بيلاقي واحد قد ابوه يقول له تعالى يالا انت بتشتغل ايه؟ طلع بطاقتك يالا. لما واحد متعلم كده مش ممكن بعد 4 اشهر عايزه يبقى يحترم حقوق الانسان؟ ده مش ممكن. وبالتالي لابد من ثقافه جديده، لابد من تطهير الشرطه، الشرطه هي القوه الضاربه للثوره المباركه. فده شيء مهم جدا، وده لو ما اتعملش هناك خطوره على الثوره وخطوره على مصر بلا جدال. مش عايز اخد كلام اكتر من كده، اشكركم وانا في انتظار السلام.